اهلا بكم على موقع لالا بلس، معكم مروه بالحسين خبيره الشعر والتجميل. موضوعنا اليوم كيهم موضوع تقشير البشره وكذلك المناطق الحساسه بمكونات طبيعيه سهله وبسيطه من المنزل. اولا خصنا نتعرفوا علاش كيلق لينا تقشير البشره وكيفاش كنقومو به. تقشير البشره هو عباره على واحد الميكانيزم اللي كنقومو به على البشره ديالنا، وكذلك اللي إزالة الخلايا الميتة، تجديد إنتاج الخلايا، ثم الحد من التصبغات اللي كتكون عندنا في البشرة ديالنا، والحد من حب الشباب وكذلك الندبات اللي كيكونوا عندنا على البشرة. مكونات اليوم عبارة على سكر سنينة اللي كيكون مطحون دقيق، ثم عصير الحامض، ثم عندنا خميرة كيميائية. دونك كنقوموا بخلط جميع المكونات، يعني عندنا الخميرة الكيميائية، كنزيدوا عليها جوج معالق من السكر، ثم معلقة من الحامض. كنقوموا بخلط المكونات كيف ما كتلاحظوا كيوقع واحد الفوران، فوالا بهذه الطريقة. من بعد كناخدو المكون اللي حصلنا عليه وكنوضعوه على البشره ديالنا وكنقومو بالتقشير بهذه الطريقه هذه، يعني كنحطوه على البشره ديالنا، كنوزعوه بواحد الطريقه اللي كتكون متساويه، ثم من بعد كنخليوه مده 10 حتى 15 دقيقه كينشف لينا في البشره ديالنا، ثم من بعد كنقومو بالفرك ديالو بهذه الطريقه هذه اللي كتكون دائريه حتى كنحصلوا على نتيجة اللي بغينا. نتمنى أن وصفة اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، وإلى اللقاء في وصفات جديدة.